موظف يوفر من مرتبه شهريا مبلغا متفاوتا من المال، يقل التوفير في شهر وقد يزيد في شهر آخر، ويكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمضي عليه الحول، ولا يعرف مقدار ما وفره في كل شهر، فكيف يزكيه؟ الأحسن لمثل هذا والأحوط أن يعين شهرا من السنة يخرج زكاة ما تجمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى هذا الشهر من السنة التي بعدها. هذا هو الذي يسع الناس، وهذا هو الذي يحصل به المقصود ويزول به الحرج إن شاء الله. نعم. لو قصد هذا في رمضان الشيخ يتحرى الفضيلة في الوقت، لا بأس بذلك، لكن معلوم أن الزكاة تجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت جب المبادرة بإخراجها، إلا إن كان شهر رمضان قريبا منه ويكون التأخير يسيرا فلا بأس، أما التأخير الطويل فهذا يفوت على الفقراء حقهم. نعم. أقصد ما دام القول كما رأيتم أن يخصص من عامه شهرا لهذا الموظف تكون الزكاة فيه، فلو جعله رمضان يتحرى الفضيلة، هو مصيب في هذا أو الشهور واحدة؟ الشهور واحدة، لكن إذا جعله في شهر رمضان تحريا للفضيلة فلا بأس.